بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في هذا الفيديو بدي أبين كيف ممكن نعمل بالانس شيت باستخدام برنامج اكسل. طبعا في عندنا السؤال التالي: The following balances and data are drawn from books of ABC Company في نهاية 2020. الآن هذه هي المعلومات وهذه الأكاونتس وهذه البالانسز. الآن من خلال هذه البالانسز بدنا نكون اللي هو البالانس شيت. طبعا في البداية بنعمل identification of the statement، بنحط the name of the company، the name of the statement اللي هو balance sheet، وبنحط ال date. الآن بنبلش في الأسيتس. طبعا according to IS 1 ينصح انه احنا نعمل classification نقول current asset، non current asset. طبعا نعمل ال total بعدها. non current assets انا قسمتهم لهذه العناوين، عناوين بارزة ل item lines، property plant equipment، long term investment، intangible assets. بجمع بعدين بجمع التوتال. طبعا الليابيلتيز اونرز اكويتي، طبعا حطيت كانت ليابيلتيز نون كارنت وبعدين الاكويتي امامنا هنا بهذا الشكل. عندي البالانس شيت فارغه، خلينا نربيها. طبعا للسهوله انا حطيت الاكونتس مرتبه، فعندي هنا الاكونت ريسيبل والالاونس، هذول باخذهم. وطبعا هذول كارنت اسيتس هنا بيجوا بهذا الشكل. الآن بدي أطلع النت للأكاونت ريسيبل، فهو يساوي اللي هو الجروس أماونت للأكاونت ريسيبل ماينس الألوانس. يطلع عندي النت ريلايزبل فاليو، هذا بنسميها النت ريلايزبل فاليو، القيمة اللي ممكن نحصلها من الدائما المدينة. في عندي بعد الكاش إن كاش إيكوفيلنت، في عندي الشورت تيرم إنفستمنت، في عندي بريبيرد إكسبنسز، هذول ايضا يعتبروا current assets، نحطهم هون. لكن هذه الارقام ما في عليها معالجة، فبحطها في العمود الثاني بحيث انها جاهزة. يعني الان الاكاونت ريسيبل حطيت ارقامه في البداية في العمود الاول، وبعدين النت تبعه حطيته هنا. الان الارقام الثانية الكاش والشورت تيرم ما بينهم معالجة، جاهزات. طيب بعدها في عندي raw materials work in process finished goods، هذه طبعا انواع بضاعه او تصانيف بضاعه، يعني المواد الخام هي بضاعه، الورك بروسس بضاعه تحت التشغيل، في عندي finished goods اللي هي بضاعه جاهزه. طبعا هذا في المصانع التصنيف بيكون بيتم، فاحنا بنحطها هنا تحت عنوان اسمه inventories. inventories اللي هي المخزون. طبعا بنقدر احنا يعني هذه التفاصيل بنحطها في النوتس، بنحط هنا انفنتوري كرقم يعني جاهز وخلص. بس انا بدي احط تفاصيل هذه الانفنتوري هنا في البالانس شيت، يجوز. الان هذول بدي اجمعهم هنا، بيطلع عندي اللي هو 4980,713. هذه عباره عن الانفنتوري. الان هذول البنود او هذه الارقام هي تمثل التوتال كارنت اسيتس، لانه بعد انا البنود اللي بعدها هي مش كارنت، فبدي اجمعهم. باجي هنا بعمل على السميشن وبجمع هذول الارقام، بيطلع عندي. طبعا خليني انا يعني احط الفاصله لهذه الارقام، يعني الفاصله فاصله الالاف هنا، وفي شيء داعي احط يعني فواصل عشريه. فطلع عندي 773,454 للتوتال كارنت اسيتس. طيب بعدها نيجي للنون كارنت اسيتس. في عندي هنا اللي هو الكاش ريستريكتد فور بلان اكسباند، طبعا هذا كاش ولكن هو مقيد. لان الكاش اذا كان مقيد لاكثر من 12 شهر هذا لا يعتبر كارنت اسيتس، ما نحطوش مع الكاش. يعني الكاش الموجود هنا هذا كارنت متاح، اما هنا لا، هذا ريستريكتد فيعتبر نون كارنت اسيتس. الان في عندي انفستمنت ان هيلد فور كوليكشن سيكيورتيز وهيلد لاند هيلد فور فيوتشر ديفلوبمنتس، هذه كلها استثمارات، كلها استثمارات، فهذه باخذها كلياتها وبحطها تحت عنوان اللي هو لونج تيرم انفستمنتس. وطبعا هذه ارقام جاهزه فبحطها في العمود رقم 2، يعني العمود رقم 1 هنا مخصصينه للحسابات، وهنا لما يكون الرقم جاهز، وهنا المجاميع الكليه توتال كارنت اسيت، توتال نون كارنت الى اخره. طيب
لان بعدها اللاند والبيلدينج والاكوميونيتي ديبريشيشن للبيلدينج، هذه كلياتها طبعا هي نون كرنت اسيتس، ولكن هي يعني متصنفه بروبرتي بلات اند اكويبمنت بهذا الشكل. الان اللاند جاهزه بحطها هنا. الان بالنسبه للبيلدينج والاكوميونيتي ديبريشيشن بدي اوجد الفرق بينهم عشان احط البوك فاليو للبيلدينج، فيساوي اللي هي الكوست للبيلدينج ماينس اكوميونيتي ديبريشيشن، بيطلع عندي 634,600. طيب الان في عندي الكابيتالايزد ديفلوبمنت كوست، وفي عندي الكوبي رايتس والتريد ماركس واذر ايدنتيفايبل انتنجبل اسيتس، هذه كلها انتنجبلز يعني اصول غير ملموسه، وطبعا هي تعتبر نون كارنت اسيتس، فبحطها تحت هذا العنوان بهذا الشكل. والان هذه يعني جاهزه بدهاش حسابات، فبحطها في العمود الثاني. طبعا العمود الاول والثاني والثالث هذا مش اجباري، بيقدر الشخص يحط الكل في عمود واحد، بس بده ينتبه للعمليات الحسابيه. يعني هنا انا بدي اجمع هذه الاماونتس كلياتها عشان اطلع اللي هو التوتال للنون كارنت اسيتس، ما بعمل دوبليكيشن وبجمع هذه الارقام كمان مره، لانه هذول الاثنين احنا ماخذين الخلاصه منهم اللي هو 634,600. طيب اذا بدنا نجمع التوتال للنون كارنت اسيتس في هذا المكان، بعمل سميشن ولهذه الارقام. الان بدي اجمع للتوتال اسيتس، بعمل سميشن لا الكرنت اسيتس والنون كرنت اسيتس، بيطلع عندي 1,730,554. الان ننزل لليابيلتيز والايكويتي. الان انا في عندي نوتس بايبل بين قوسين شورت تيرم يعني قصيره الاجل يعني كرنت ليابيلتي، عندي اكونت بايبل وانترست بايبل وسالاريز اند ويجز بايبل provision related to warranties deposits received from customers. طبعا في البنوك يعني الايداعات المستلمه من الزبائن هتعتبر current liabilities فقط لهنا، بعده بكون long term، فبحطهم في هذا المكان، وطبعا بحطهم في العمود الثالث لان هن جاهزات ما بدينش حسابات. لما بطلع التوتال لإلهن، فبيطلع التوتال لهذه البنود اللي هو 328,652. الان نيجي للنون كرنت، في عندي نوتس بايبل ولكن لونج تيرم هذه طويله الاجل، في عندي البوندز، في عندي بروفيجنز ريليت تو بنشن اللي هي مخصصات التقاعد، كل هذه بتكون لونج تيرم لايبيليتيز او نون كرنت لايبيليتيز، فبحطها في هذا المكان لونج تيرم لايبيليتيز، وارقامها بحطها في العمود الثاني لانها ارقام جاهزه. لما بطلع التوتال لهم بيطلع عندي 500,380. الان ايضا بطلع التوتال لايبيليتيز اللي هي مجموع الكرنت لايبيليتيز والنون كرنت لايبيليتيز، بيطلع عندي 829,032. الان نيجي على الايكويتي، الايكويتي اللي هي البنود الباقي اللي هي الشير كابيتال بريفرنس والاوردينري شيرز والبريميوم والريتيرد ايرنينجز اكيوميليت اذر كومبريهنسيف انكم اللي هي بنود اخرى، وهنا لوس انا في عندي لوس خساره يعني هذا بالسبب ما نحطها، في عندي تريجري شيرز، في عندي اكويتي اتربيوتبل تو اونرز اوف بيرنت، طبعا هي مجهوله كيف بدنا نوجدها، فخلينا نحط هذول الاثنين في الاول او هذول البنود يعني في البدايه بهذا الشكل. الان اكويتي اتربيوتبل تو اونرز اوف بيرنت بدي اجمعهم بهذا الشكل. طبعا هذه البنود كلياتها اللي هو الشير كابيتال والبريميوم والارتين ايرنينجز طبعا هذه اللوس ننسى نحطها بالسالب، وايضا التريجر شيرز بدنا نحطها بالسالب لانه هذه لوس فديبت. احنا بنعرف بنود الاكويتي هي بتكون كريدت، لما يجي بند ديبت بنحطه بالسالب، التريجر شيرز دائما بتكون ديبت. الان هي مجموعهم هذول بجمعهم بهذا الشكل اللي هو 888,022. الآن هذه الإكويت هذه البنود هي تخص ملاك الشركة القابضة، وإحنا ما دام في عندي نون كنترولينج انترست معناته هذه بالانس شيت بنسميها كونسوليديتد، كونسوليديتد بالانس شيت هيك. طبعا معيار اي اس واحد بنص انه اذا كانت القائمة عن جروب لازم يعني ابين انها قائمة موحدة، ف اللي دلني على ذلك هذا البند اللي هو نون كنترولينج انترست، في عندي حقوق في هذه المجموعه لناس ثانيين بحطهم هون، وطبعا هذولا
ما بتبعوا هذه الإكوتي، هم يعني إكوتي أخرى. الآن هذول الاثنين من خلالهم نجمع الإكوتي، التوتال إكوتي للمجموعة كلياتها. الآن التوتال إكوتي 901,522. الآن نجمع التوتال ليابيليتي والتوتال إكوتي، اللي هي التوتال ليابيليتي وهي التوتال إكوتي، لازم يطلع عندي نفس الجواب اللي طلع، اللي هو 1,730,554. هذا هو طريقة إعداد البالانس شيت في برنامج الإكسل. أرجو أن يكون المثال واضح للجميع، والسلام عليكم.